عرفته؟ عرفته؟ مساعد على ليش يدخن؟ سبة صادم الاوادم دافع ليش تبيع؟ يبيع هذا بس ايش؟ عبود وسعد على ليش؟ فاروح اسوي معه مقطع لا تكفى يا عبود ولي على رقمه ويلي عليه هو بعينه لو اني بلقاه بدخل بينه وبين ثوبه وين تصدق انت بتلقى قصيد قصيد جدلاني عند سعد علوش ما قد طلع قد علمتك بقصيدة عند سعد ما بعد ظهرت هذا الحين على هان سعد علوش فيه انا متاكد ان فيه قصايد ما انتشرت لابن جدلان عند سعد علوش وايد ان الشعراء اللي قد زاملوا الشايب وخووه يعني كنه زامل وسنين لكن يا وجع ان عينتوا سعد علوش ولا دقيتوا علي كاميرا علي الملزي من استقبلكم ايه عند خشيم الديب تطاع ما بيقول هذا الحين جيني باند ايه لا مخدوم يا ابو محمد رحت له ما قلط عليه لبك لا دقوا علي راضي لا كان كالم صال الا كان كاميرا بس انت تدري الحين ما عندنا نت اهلا في الفندق ليه لا طلعت برا قطع النت ما فيه البرنامج ذا شريحة السعودية ما اشتغل نت انا عبود انت اول مره تغادر البيشه اي والله اول مره اطلع برا السعودية يا اخوي ماشي على جرتي يا رجال انا اول ما ظهرت من الديره رحت الكويت تكوى يا عبود ابشر بالحياه الشليقه ها بس انا مقابلين البحر ورحنا الامس انا ما بيني بين 500 متر والله يا ابن جدلان اني في الديره انت خابرني اول ما ظهرت تراني رحت للكويت رميه من غير رامي كان عندي اعلان في مدائن الطيب في الدمام طيب ويقابلني بن شعفول برا سافندر ايه تبجر بالمدح نعم ان شاء الله احنا بنهبط السوق وبنشري لنا مطيه ما قد مشت في شبه الجزيره ما تحتاج ان شاء الله نعم وجدعه لكن نصوب يا ابو محمد ده خالك وينه؟ خالي على راقد ايه يقول لك ايش يا عبود يقول لك وين يقول بيدي في الجدران ما عاد يرد علي انا مقفل الخاص والسناب ويراسلني ما عاد عندك ولا ادري ولا عن الرسايل كل ما يدوي واحد عيال بدخل المقاطع نفسها تلقى الرسايل تجيك وادخل انا عايض راكبي براسلني درت انه هو ادخل لا ولد انت ما تضبط نظامك ليه؟ مواصل تهيت ولا باقي؟ لا والله نرسل بعد ما تهيت والله هذا الحين يا ابو محمد والله ما تهيت احلف والله ما بعد تهيت يقول اقرا الكومنتات عندي ولا؟ لا خليني اتهرج انا وياك اي يا رجال عارضكم يا كومنتات ايوه عيت ابو عايض وينه؟ راح الديره والله نقل في الديره وانا راح العرب كلبون قالوا بن جدران ما هو بجايب نروح انت تقول لك معرف من الحسا بعد تروح له انا الحين باخذ علوم في الكويت والله لا ادبي لا معرف غيره انا عاني في الكويت يا محمد دني على مكان نروح له اليوم غير البلد ذا غير اللي في نيوز ايه كيف واحد روح للمباركية مباركية وين هي مني ذا الحين انا في السالمية لا غير مباركية وايه عبود عنها في ذمتك في ذمتي وش الكويت ما هي بكنها ديرتنا والله على الطلاق انها مواطيها ما واحدة ماني بقصد الرياض والدمام لا اقصد ديرتنا بيشة والله على الطلاق انها ما غير هي عن الخبتي عان شوف راحة النفسية يا ولد اشهد بالله في راحة نفسية عن الخبتي اوه عقوب يا بن جدران في المسبح ايه المسبح ندور له في الامس بافتح بابه الخبتي عندنا في بيشه مو بالخبجي خبتي فندق عندنا اي وشوف عن ذاك البحر اقولك اطلع الله هو شيء عجيب لكن والله
ما نروح يا ولد، احنا نوم نذبح النوم يعني. ما عاد تبيه الميثه بنت ابو سعيد. الصوت انكتم الصوت. تسمعني؟ اي اسمع. تسمعني؟ لا الصوت انكتم. طيب كيف ابك الصوت؟ ثقه ثقه الحين ثقه 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 يا ريال. سبحان مبدل الاحوال. انا وعبود وابو سعيد قبل 3 اسابيع علي الملزي منا جالسين في الميثب على الدكه، السموم هبوب حاره، سموم سموم، ونشرب قهوه وشاهي والحانة. واليوم بن جدران وابو سعيد في مسبح مشرعين في ذا المسبح ولا يقوم العصر. يا ولد الصوت مكتوب. تكلم. الو ابن جدلان صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور يا محمد. تسمعني؟ اقول تذكر يا ابو سعيد انت وابن جدلان الميثا ذاك؟ ايوه انا اذكر يا محمد. لكن يومين بنرجع على 20. يذمك؟ اي والله. انت متى بتروح ل انت بتروح ل شو اسمه؟ الخميس ان شاء الله ماشي. يا عبود حد لها درب في المقعد وقعد. ادي رذي. ايه؟ اتريض. تريض. تريض كاك في الديرة. تينا. دق سلفه يركب طيارة. انت رايح سيارة؟ لا 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 واحنا سيارة من الديرة للرياض. ومن الرياض على الكويت. ركبنا طيارة خمارة. والله احنا نقول صادق يا محمد طيارات الحين هي بدرجات. الا هذه طيارة تقول باص بكراسي بس غمارة واحدة. يقال هالجزيرة اشوف السواق حق الطيارة وانا ورا. لا لا اقسم بالله استارة ما بينها الاستارة حاط بينه وبينه ساتر. يا ولد شيء عجيب طيارة اول مرة. ها لو انك راكب دباب تحسبه طيارة. والله يا ابو محمد بدبابات تطير. والله بتالي الوقت والله ما تعرف الطيارة من الدبابة. حلم مختلف. ايه يا لبيك. ايه اليوم روح للمباركية. اروح لها المباركية. ايه هدوم بعد من الديرة على الكويت على طول. الكويت فيها انسجام، فيها يعني راحة نفسية. يا شد والله يا ابو محمد انه مغير نوم مرتاحين جدا. وطيع صلاة. بالله تكفى روح العصير شاكو ماكو. شاكو ماكو والماركية. ايه بلقى فاتحة الحين شاكو ماكو. ايه كيف تلقى؟ اقدر اطلب. ايه بالله تقدر تطلب كلش. هو هذا انت طلبت. انا طالب الحين من طريق التلفون دقيت على مطعم هنا وين؟ الكبير ولا مطعم وش اسمه؟ بيت عبيد. بيت عبيد دقيت عليهم قال اطلب من طلباتي. قلت له هذا دق عليك يا ولد اخذ من راسك انت. قال لا دق على واحد ثاني. قلت له ما يبغى يا عبود ما يبغى ثانيه يا ولد ما عاد طالبه منكم. ترى دراهمهم تختلف عن دراهمنا. انا ذي ما دراهمهم راح الطاق يلعبوا علي. دقيقه 10 دينار دقيقة قوية عملة تمتر. الدينار دينار العشرة 130 10 ريال حقتنا. لا دينار 130 سعودي. دينار بعشرة. دينار دينار بثنان. دينار ب12 13 لعب علينا مصري الباري. مصري والكويت بعد. ليه؟ كم دينار؟ دينار ب12 يعني انا حاسبت عند الحلاق كم؟ اي والله يوم جيت احاسب قال ميدي يا اخي ما ادري هو قال حسابي 20 دينار. ايه اي والله فرحت للهندي وعطيته 20 دينار. قال هذا سعودي. قلت سعودي تساوي كويتي توكل على الله. واقص السالفه. اي والله
واقص السالفه في السناب وكذا. فلس 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 وش دي؟ فلس فلس ايوه فلس. كم يا شو سعودي؟ ما ادري. المهم اني اذكر اني صورت ظهر ما ادري عصر انا ومسعود شعبون. طيب المهم قعدت اقول يا الربع 20 فلس ما ادري. لا والله الا جاني اصور وانا راكب وجاني العامل. طيب لين يهد علي ما ادري. المهم ما ادري هو انا باقي لي دراهم عنده ولا هو يطلبني دراهم، ويا قربها انه هو اللي يطلبني دراهم. ايه هو اللي يطلب. اتوقع انه هو اللي يطلب يا قربها انه يطلبني دراهم. هو يطلب كيه هو يا قربها انه هو اللي يطلبني. والله بك عاد تخلصت. اي والله جيته وتخلصت انا وياه. زين انا هنا هوادمي وخلبه حجي الكويت. ها تعال حدينا يا لب على الكويت تكفى. انت تدري وش علومي؟ بقى عليك يومي ولا ثلاثه. ترى ما اللي معكم غير ابو سعيد؟ والله ما غيرنا ابو سعيد وانا متقابلين كل واحد من احد الثاني. سلام يا عليكم. ما هو بالسلام الواي ترى ترى ما تعدينا. والله انكم مغير الاثنين دولا. والله مغير الاثنين ومشغلين بثك البارح ومشغل الشلات وتلعبون انت والربع ونلعب معكم منه. نلاحيكم نلاحيكم. نلاحيكم. جاب لاحات والله وصورناها وبغينا نسهلك وتالي هونت. لاحات كثرناها. والله اني اسافر انا وياك للكويت غير شوف متى. هذا ابشر بي انا والد ترى. اي والله غير عن شوف متى. ترى ما معي شنطه حتى كيس فيه ملابسي بس. سلامي عليك انك والله ما تقول لا. نعم روح. موافقين؟ موافقيني والله موافقيني يا ابو محمد. اذا الرجال ما يوافق ما في خير ترى. اي والله ايه ببرنا وياك الخليج كله. روح فوق هاي ابو محمد فوقها. جوله سياحيه يا قربك. نخلي خالنا يضبط اموره. ايه خلي ياخذ الاجازه. ايه خلي ياخذ اجازته وناخذها. يا بن جدران يا بن جدران يجيك دعم دعم. اقسم بالله جاني دعم. ليله ليله انا جاني دعم منه. ايه اسمها ليله من الكويت. الله يعزها. قول الله لا يهينك. الله لا يهينك ستر خيرك. هذه اسمها ليله طال عمرك. الله ابو محمد انت راعي الجميل. يعني بدأ. انت خابر مسرانة على ذا النشيدة. يا الله خابر ابو سعد سام فرحك يا ابو محمد. ثمن القصيد طلبته. ابشر بالسعد. وانت السعد. وانت والله اول السعد. انت اعطيتني قصيده لعبت في مشاعري. بعطيك قصيده غير ابي ذيك لا تجنب عنها. لا بعطيك قصيده اللي خابر اللي في الموتر اليوم قلت يا فهاج لا تنشرها. هي والله ما خليتها. شلعتها. اي لكن يقول يا ابو محمد جعل دارك ما صار ورضك حشا. نبت هايق طين يشقى من انهار العراق. كم صحيب قد عرفنا ولا رحنا نشا. والله لا مال يودع ولا زرع يشاق. والله لا عمنا صباح ولا عمنا مشى. بين لحظات تلاقي ولحظات الافراق وخوتي ما هي بشرواك. تعقب وتخشعي علي بالحرام علي بالطلاق. ما عليك يا ابو سعد. والله ما عليك زو علي الحرام انك شيك في المخبأ. يعني وعدك يا ابو محمد اللي بينك برضه كذا. جاني مبكيك ولا عليك سود ولا بكيك. جاني ما عدك. واحتزم يا رفيق. والله محزم يا ابو محمد. والقصيدة اللي تبي هذيك ما ادور غيرها. لا اياها. ايه نجل الله يهيكم يا الداعمين. يعني والله ما تبدلكم. المنزلة اللي ما دخلته لي سنين. طيب ساقتني على قدار حتى دخلته. اللي ربع في حجرته كامل الزين. اللي خيل لي في راسي زولته. عديبها في عام 29 وطلع غياب المستولي وصلته. وكن حبي له من سنين وونين. لكن قلبه محكمات
اقبلته وجودنا علىها شايف منها الشين وكم من كحل عيونها كذا اكلته متى على الله تاجي العين بالعين حتى لي ما النظر ما عدلته هذه من الدرجه على فرش العين واللي على بالي تراني ما قلت سلام سلام اللي على بالي باقي ما قلت باقي بعد راي ضفيع اللي باقي في خاطرك علوم واجد يا عمر لو انهم يعرفون قصتها مثل ما انا اعرفها اي بالله الحجرة بعضهم ما يعرف الحجرة شنو يعني كني انا اللي اعرفها عشان علها يا ابو سعد اخيرا هيا هو بجيب غيرها لا لا هي شي شي بجيب غيرها اخر مرة اخر مرة ما عاد يطالبك فيها عدها المنزل اللي ما دخلته لي سنين ساقت لي الاقدار حتى دخلته اللي ربع في حجرته كامل الزين اللي خيل لي في راسي زولته اديبها في عام 29 وطلع الغياب المستوى اللي وصلته وكن حبي له من سنين وبنين لكن قلبه محكمات اقبلته زودنا علىها شايفه منها الشين وكم من كحل عيونها قد اكلته متى على الله تاجي العين بالعين حتى لي ما النظر ما عدلته هذه من الدرجه العلا فريش العين واللي على بالي هوني ما قلت سلامك الله يجعلك تقول اللي في بالك في ذا الليل اللهم امين بيجي ان شاء الله بيجي كذا اللي اصبر عليه بيجيك مؤبدا بيجيك واجد الله يستريك ابو سعد اسمع وداعتك وداع سلمني على اهل الكويت كل ابوهم سلمني كل باص اني بطلع الحين اعلى برج بصيح فهاجي سلم عليكم ايوه من عينته وداعتك وداع يا ابن جدلة انت سعيد ما من عينته من واجهته كل بهاجي سلم عليك البس خدو جعل ابوك في الجنة والله يا من واجهته اقول بهاجي سلم عليك ايه من واجهته كل بهاجي سلم عليك البس مبروك يا بن جدلاء مبروك مبروك الله يبارك ايامك يطولها 5000 متابع كل والله يا ابو محمد والله ناكل عندك ايه بناكل عندك ذبيحه لا جيت ابشر بالسعد انا كلي لك تبي اذبح عمري يا جعل ربي يطول عمرك يا ابو سعد سلمني عليك كثير السلام سلمت من كل باص يا ابو محمد هذا بين لقاء اي بالله بين لقاء باذن الله عربك لبيه أربك في جينا صوب دير ذي ما... طيب يا محمد ما كثر عليك أنا حاليا جسد بلا روح روحي معكم والله مرحبا بروحك ومرحبا بك مثل ما جيت من انتظارك يجيك جاني أنا بغط روحك لحم المسبع شوي خلاها تغرق احذفها احذفها خل أبو سعيد يسقطها خلوه لبى رضيكم جعل المطر يسيكم اللهم امين وسلامتنا على غرق انك شاعر ما تمشي عليك يا الربع انا استاذنكم كل ابو انا استاذنكم الفندق ما ادري شو اسمه سيتي بس وش قبله ما ادري انا استاذنكم يا الله يبيض وجيهكم ولا يهينكم لا المكبسين ولا الداعمين وانا اعتذر ان حصل مني غلط والله حصل مني شيء حط اخوكم في واسع العذر ابن جدلان باقي بيبث تروحوا عنده لا ابدا ابن جدلان بينسحب الحين عقوق يقفل ما تبغى ما الخلط يا رجل ما راح اصبح ابونا بيصبح ايوه خدمكم ولا شيء يا ربي يا ابو محمد والله يهينك بيض وجهك وجهك مرحبا ملايين عاد اصيدكم يا حباني جعل ربي يسعدكم والله انه بث جميل ممتع واستنسنا ولعبنا فيه وعذرونا حصل منا قصور وكرامتكم والله الشحم الله يسعدكم جميعا ولا يهينكم باسمي وباسم بن جدران وابو سعيد كرمكم الله يلا الله يسهل